حبيباتي كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض هذه الحلوه دوزه تاعي سهله وكتجي لذيذه. عندنا في المقادير 125 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، هنايا عندي نص كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون، نص كاس تاع الكاوكاو محمر ومطحون او القوقاو حنا كنقولوا في الجهه الشرقيه، عندي واحد البيضه تحتاجوا قبيصه تاع الملحه، الخماره ديال الحلوه غادي نحتاجو نص معلقه صغيره، وغادي نحتاجو واحد فلون عفوا واحد فلون تاع الشوكولا اللي هو هذا. صافي بسم الله كنبداو، كندير هذا السكر مع الزبده نخدمو مزيان. قسمت معكم عدة وصفات ديال الحلويات، ان شاء الله يكون عجبكم، و الى بغيتو شي نوع ديال الحلوى خليولي تعاليق ان شاء الله ونحضرها لكم. صافي هنايا الزبدة، دائما الزبدة تكون بحرارة المطبخ باش ما تعذبناش ملي نكونو نخدمو بها. كنزيدو هاد الكاس ديال الزيت، نخدمو مزيان مع هاد الزبدة ديالنا و السكر. ما نعرفو الدار المغربية تبارك الله ما كتخطاش من الحلاوي، مرة مرة نوعو. صافي كنخدمها مزيان هاد الزبدة مع هاد الزيت والسكر، من الأحسن السكر ديرو هداك الرقيق ما ديروش هداك الغليظ، إلا كان الغليظ كطحنو شوية باش ما كيدوبش في الساعة وكيبقى يتمغزص. صافي غادي نضيف هاد البيضة ديالنا، هي غادي نخدمها مزيان. صافي نضيف باقي العناصر، الطحين هو اللخر، بسم الله الزنجلان، هذا القوقاو ولا الكاوكاو، هذا فلان ديال الشوكولا، غادي نضيف معلقة نص معلقة خمارة ديال الحلوة هكذا. صافي غادي نخلط الكل، وغادي نبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى غادي نحسو على واحد العجينه تكون لينه وما كتلصقش في اليدين. تقدروا تزيدوا شي نكهه الا بغيتو، نكهه ديال الكراميل او نكهه ديال القهوه حتى هي كتجي زوينه. صافي غادي نبقى نضيف تركب الطحين شويه بشويه، هي كنعجن في العجينة ديالي كما كانت الحلوة عمرو ما ندلكوها غير كنجمعوها، شي إلا دكناها كتجي مكزة من نكونو ناكلو فيها كتجي مدقسة. مزال عاد غادي نزيد الطحين كما قلتكم، بقاو نضيفو شوية بشوية حتى كنتحصلو على عجينة تكون لينة تقدرو نشكلوها. انا بديت كنشكل في الحلوه ديالي، كنديرها على شكل كويرات، كنحطها في الصحن، كناخذ اي مرشم، انا خديت هذا اللي داير بحال الشهده كنديرو في الطحين، وكندير هنايا في الحلوه ديالي ضغط عليها شويه باش كتاخذ الشكل ديال المرشم. زيد معكم وحيده، كتبقاو مكملين بنفس الطريقه حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. الفران كنشعلو عليه على 180 درجه، نديرها هنايا باش تشوفوها،
الفران كنشعلو عليه 180 درجة كندخلوها حتى كطيب وتحمر بحال هكذا. صافي انا غادي نكمل ونتلاقاو مع الزين ان شاء الله. هنايا ها هي الحلوه ديالنا بعد ما طابت كتكون على هذا الشكل. صافي كندوبو الشوكولا بيضاء وكندير الحلوه ديالي كنغمس نص ديالها في الشوكولا وكناخذ شويه ديال الكاوكاو مهرمش وكندير ليها شويه ديال التزيين بهذا الشكل. صافي وكنخليها تنشف. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتحضروها كما شفتوا معايا بسيطه ومقاديرها متواجده في كل بيت. ودائما كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. مع السلامه.